إقبال كثيف ونوعي سجله المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته 29. هذا ما أكده عدد من الناشرين المغاربة والأجانب مشيدين بمستوى تنظيم هذا الحدث الثقافي الدولي. تطور متنامي سنة بعد أخرى، والشيء الذي يفرح ويتلج الصدر هو الإقبال الكبير للأطفال على القراءة. من هنا يمكن أن نقول بأننا بدأنا نصنع القارئ المغربي. الإقبال الآخر وهو على واحد النخبة من القراء، ما عرفتش واش التنظيم الجيد يغري باش يجيو الناس اللي هما في واحد مستوى معين من الثقافة معينة، وإقبال كذلك على الكتاب بشتى أجناسه بشتى أنواعه. الناشرون الأجانب نوهوا بالإقبال المتزايد للجمهور على كافة أروقة المعرض، معربين عن سعادتهم ورغبتهم في تجديد المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى خلال السنوات القادمة. نشارك في معرض الكتاب في المغرب من 20 سنة، ولكن هذه الدورة الثالثة في الرباط، وبكل أمانة وصدق بالنسبة للتنظيم وبالنسبة للعمل اللي يقوموه الوزارة ومشكورة عليه، عمل جبار. زي ما انت شايفة الإقبال منظم، الأجنحة كثير مرتبة، التنظيم بشكل عام تنظيم رائع، من أفضل التنظيمات اللي أنا حضرتها في المعارض. يعني معرض الرباط بيثبت كل سنة أنه مكان فعلا جدير بأنه الواحد يشارك فيه كل عام. تنظيم ممتاز، في تعاون شديد جدا من الإدارة ومن الشباب حتى اللي موجودين اللي بيساعدوا العارضين وبيساعدوا الناس اللي موجودة. وتميزت الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بتنظيم عدد كبير من الأنشطة الثقافية والأدبية أثرى نقاشاتها كتاب ومفكرون ومبدعون وشعراء مغاربة وأجانب،